من شبكة شام، لا أدري أنت توفر لدينا صور لنشاهدها أو لدينا الوقت لمشاهدتها. فمباشرة إلى ريزان. ريزان، ما الجديد في الحسكة؟ مدينة الحسكة استنفارا أمنيا في كافة أحياء المدينة، في حواجز هناك تعزيزات أمنية مشددة، وكذلك هناك قصف على جبل عبد العزيز الذي يبعد عن المدينة الحسكة حوالي 20 كيلو متر. أما حي الغويران أيضا هو يشهد تعزيزات أمنية مشددة ونشر قناصة على الأبنية. هناك أيضا في مدينة القامشلي وعمودة ودرباسية عدد التظاهرات والحراك السكني إلى الواجهة. في جمعة حملت اسم خبز. الوضع الإنساني في المحافظة سيء جدا، فهناك سرقات كبيرة للمواد الأولية في مدينة رأس العين من الطحين والحبوب، كما أن الفرن الآلي في الشدائد متوقف عن العمل منذ 3 أيام بسبب نقص مادة المازوت. والمعلوم أن المحافظة تعيش على بحر من النفط والغاز، لكن هناك أزمة إنسانية خانقة في المحافظة رغم وقوعها على حدود إقليم كردستان العراق وكذلك الحدود التركية، إلا أن المساعدات لا تدخل. فقبل فترة قامت أحد الجمعيات الخيرية بمحاولة لإدخال المواد الطبية من معبر رأس العين، لكن السلطات التركية منعت دخول هذه المساعدات رغم أنها كانت مساعدات طبية. فقط هناك حصار على الشعب السوري في جميع أنحاء سوريا، كما هناك حصار على محافظة الحسكة. الوضع الإنساني سيء جدا، المحافظة تحتضن أكثر من 250 ألف نازح ومهاجر من المحافظات السورية الأخرى، يعيشون حياة بائسة في المدارس والملاجئ. المساعدات لا تقدم له أدنى المساعدات. نعم. طيب ريزان، في وقت من الأوقات يعني كان هناك نوع من التصادم بين بعض مكونات المجتمع السوري هناك ومسلحين وإلى آخره في بمعزل عن العصابات الأسدية، هل حلت هذه الأمور وتفرغ أهالي الحسكة الآن لعصابات الأسد؟ نعم أستاذ علي، كانت هناك اشتباكات بين الجيش الحر وحزب الاتحاد الديمقراطي بيدي، لكن تم التوقيع على هدنة بين الطرفين. هذه الهدنة بعثت نوع من الارتياح لدى الأهالي وكافة مكونات المحافظة، فالمحافظة فيها العرب والكرد والمسيحيين. هذه الهدنة بعثت نوع من الارتياح باتجاه الأهالي الذين عادوا من بلاد من تركيا الذين هجروا منها. الاتفاقية مستمرة، اتفاقية الهدنة مستمرة إلى الآن والأوضاع مستقرة هناك، لكن الوضع الإنساني سيء جدا. هناك العديد من الأبنية هدمت في رأس العين، هناك عوائل الشهداء، هناك مصابون، هناك عوائل نازحة لا تقدم لهم أدنى الاحتياجات الإغاثية. أدخلت بعض، هناك معلومات تقول بأن حدود إقليم كردستان ربما تفتح هذه الأيام لإدخال المحروقات المازوت والبنزين وكذلك إدخال المواد الغذائية. هناك أزمة إنسانية خانقة في المحافظة، هناك نقص في دقيق الأفران شبه متوقفة في المدينة، فرن الشداد متوقف منذ 3 أيام. هناك أيضا أزمة طبية، هناك نقص في المواد الطبية في بعض الصيدليات. النظام لا يقوم بإرسال هذه المواد إلى المحافظة، وكذلك الحدود مغلقة، حدود تركيا. نعم ريزان، ريزان أشكرك جزيل الشكر. ريزان محمد، من كنت معي من شبكة